أقسمت عليك يا منصور بيوم البعث والنشور بحق النار والنور ومدبر الأمور من سخر الفلك في الكون يدور عجل بالحضور بحق من سخر شعاع الضوء الساطع وصدى من الديجور بحق سكان الجسور أجيب بحق هذه الأسماء وما عليكم من طاعة استيلاء مستيلاء أعطش ميطش أبش هيا بحق شيوم أجيب مطيعين وأسرع منقادين احضر يا نفس أنت وجنودك وأعوانك وانتقم شر انتقام من المذكور عبد الفتاح بن السعاد واجعلوا منه آية بحق آلام كل مظلوم الكدور الكدور الفراء الفراء العادى والعادى والكدور الكدور الفراء الفراء العادى والعادى عجلا جسدا له